الجلسة الأولى ما توصلناش فيها إلى نتائج كثيرة، فقط أننا تقدمنا في المنشور 20. المنشور 20 كان يفرض على الوزراء والمديرين العامين ورؤساء المديرين العامين للمنشآت وللمؤسسات العمومية أن يأخذوا موافقة مسبقة من الحكومة قبل الجلوس للتفاوض، وهذا اعتبرناه ضرب لحق التفاوض وضرب للحق النقابي وضرب للحوار الاجتماعي العريق في البلاد. واتفقنا أن هذه المسألة تلغى وصوغ ثنائيا مشروع منشور من المفروض الحكومة تصدره في أقرب الأجال إذا كانت ملتزمة بتعهداتها.